كيف يا شباب؟ كيف الجميع؟ إن شاء الله تمام. طمنوني عنكم، كيف الأمور ماشية؟ كيف السوق معكم؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله مبسوطين من الارتفاعات اللي عم تصير. شكله بلشنا، ها؟ جهزوا حالكم، كل اللي ساتوا عمي هيك عم يلعب برا السوق، قاعد ناطر نصيحة، بلشوا ادخلوا على مراحل. المستثمرين طبعا، المتداولين اللي احنا دائما بالسوق، اللي ناطر انه يبلش البول ماركت، غلط انك تنطر. لازم تبلش من كل اشارات اللي بتعطيك انه بلش بول ماركت، لانه وقتها طلقت البول ماركت من اولته، تمام. واذا تعلمت تداول صح، اللي حضر الدورة اللي نزلت على اليوتيوب مفروض بيعرف يعمل هذا الشيء. اللي تعلمت تداول صح بتعرف انك تدخل مع كل محاولة انعكاس للترند ليصير ترند صاعد، واذا فشل هالانعكاس فانت بتطلع بالمكان الصح، كيف؟ وبالتالي رح نلقط الترند الصاعد كله من بدايته. طبعا الكل بيعرف انا تحليلي للي بدكم الوقت الراهن، من وقت اللي صرنا كتبت لكم انه هي مناطق، بلشنا مناطق شراء 6500، عندنا بعدين 5500 هي المنطقة كثير مهمة للشراء. لازم نطلع الشارع. وهلا حاليا اشتغلنا شوي على الجابات تاعون السي ام اي، صار السعر يروح ويجي فيهم. بعدين هلا طالعين نختبر مستوى، وصلنا على 9000، طالعين نختبر 9400. اذا اغلقنا فوق 9400 هي اشاره كثير ممتازه، احنا كسرنا ترند الهابط على اليومي على الاسبوعي. فمهم انه نغلق فوق لنبلش الضلع الثاني بالاب ترند، تمام، الليج الثانيه بالاب ترند. فخلونا نتامل خيرا. كل الاشخاص اللي اسا ما تعلموا كيف يتداولوا باستخدام التي بي اي شباب، ضروره، ما بقى هي رفاهية، هي ضرورة. لأنك إذا أنت ما خططت للتريد اللي لك قبل بوقت، فأنت داخل مع الفومو تاعت السوق عم تخلي مشاعرك تتحكم فيك. أما إذا خططت لها من قبل وثبت تي بي اي علي ليدخلك بالمكان الصح بالوقت الصح، فوقتها بتكون عم تتداول بشكل بروفيشنال، وقتها بتكون عم تخلي السوق يجي لعندك بدل ما أنت تروح لعنده، تمام. وهذا الشيء اللي احنا بدنا اياه كمتداولين محترفين، بدنا نلقط السوق بالشكل الصح، اوكي. بتلاقوا كل الروابط بدكم اياها لتتعلموا التي بي اي، لتعرفوا منين تحصلوا عليها، كيف تنزلوا منصه البعد الثالث، كيف تستخدموها، كلها تلاقوها تحت هذا الفيديو. اذا عندكم اي اسئله كمان اكتبوا لي اياها بالتعليقات. بتمنى لكم يوم سعيد، ويسعد صباحكم ومساءكم. سلام.